كريم. مسيرة زمان، مسيرة مولاي الحسن. هذا إن شاء الله. قد كان هذا الحدث باش نربي ولادي، لأنني أنا المغرب في صحرائه. إلى أن يرث الله الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المومني، السجن المحلي خريبكة. اليوم المؤسسة السجنية خريبكة تنظم القافلة الوطنية للصحراء المغربية في إطار الفعاليات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تبتدئ من وجدة وتنتهي 6 نوفمبر بالسجن المحلي الداخلة، مرورا بالسجن المحلي خريبكة، والتي عرفت مجموعة من الأنشطة الثقافية واجتماعية ورياضية وفكرية تخللت هذه الأمسية التي حضرها مجموعة من الفعاليات والأكاديميون. نظموا تدخلات كانت فعالة في حق الصحراء المغربية في موضوع المواطنة. والمؤسسة السجنية خريبكة كباقي المؤسسات كانت ضمن هذه الفعاليات، حيث توجت اليوم بالحفل الختامي الذي نظم في إطار الصحراء المغربية، انتماء تحت شعار انتماء واعتزاز، وأن جميع الموظفين تجندوا لهذه العملية بما فيهم النزلاء والمدعوين احتفاء بالصحراء المغربية وتتويجا بمجموعة من الإنجازات ومجموعة من الأنشطة التي قام بها صاحب الجلالة في هذا الموضوع. أستاذ محمد خمريش، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بستات، سعيد بمشاركتي في هذا اللقاء الذي تنظمه المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، ويندرج ذلك في إطار انفتاحاته المؤسسة المواطنة على الخارج بتناول قضية مركزية، قضية المغرب الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية. ومن خلال هذا اللقاء حاول المتدخلون النبش ودراسة والتنقيب في حفريات في ذاكرة الصراع السياسي بين المغرب والجزائر من خلال حقول معرفية مختلفة على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى العلوم الإنسانية، على مستوى التاريخ. وأشد ما يكرهه رجل السياسة هو المؤرخ، لأنه يتذكر ويذكر ويذكر. لذلك نذكر بأن المغرب من سوء الحظ بجانبه جار عنيد وهو الجزائر، الذي سعى طيلة مدة 50 سنة على مناهضة الحقوق المشروعة والتاريخية للمغرب في صحرائه. وللاستدلال على ذلك ومن باب الاستخلاصات وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أهوج وبشكل غير مبرر وبشكل غير معقل يفتقر إلى الحكمة، دائما المغرب نهج سياسة اليد الممدودة للجيران، ولكن لاحظنا نوع من التصلب ومن التعنت. لذلك المغرب انتقل من سياسة الأيادي الناعمة وإلى سياسة المعاملة بالمثل، بمعنى الحزم تجاه القضية الوطنية، سواء مع الاتحاد الأوروبي، سواء مع إسبانيا، سواء مع ألمانيا. وأعتقد أن عدم فتح الحدود ونهج هذه السياسة المتكلسة يعني تضرب في الصميم العلاقات والقرابة الدموية والعلاقة الحميمية بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. ولا شك أن الجزائر هي الخاسرة، لأن الجزائر تستورد كل شيء، في حين أن المغرب نوع مصادر ثروته ومصادر تنميته وفتح عدة مداخل للتنمية خاصة في الأقاليم الجنوبية.
وأعتقد كذلك أن حكام الجزائر والمؤسسة العسكرية سيحاكمها التاريخ بكل قسوة، ونعتبر أن قضية الصحراء المغربية قضية محسومة، لأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها يعزز هذا الطرح وهذه الأطروحة، إشادة المنتظم الدولي بالحكم الذاتي وفتح مجموعة من القناصل القنصليات العامة بكل من العيون والداخلة، وكذلك المرسوم الرئاسي الأمريكي المنتج لأثاره القانونية والممهور بالصياغة التنفيذية، والذي زلزل البوليزاريو والجزائر، وهذا بطبيعة الحال رد فعل طبيعي. خالد تايب، دكتور باحث في القانون العام والعلوم السياسية. نحن اليوم في ضيافة السجل المحلي لخريبكة في إطار القافلة الوطنية للصحراء المغربية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه القافلة التي تهدف إلى تقوية العز المواطناتي لدى المواطنين السجناء، والهدف منها هو تعزيز المعارف لدى هذه الفئة من المواطنين. وقد شارك في هذه الحلقة التي تعتبر المحطة 12 من القافلة التي انطلقت من مدينة وجدة، يشارك بها أساتذة جامعيين وممثلين عن مؤسسات تختلف مشاربهم، فيهم من يمثل مؤسسات تهتم بالجانب القانوني، ومنهم أساتذة من كلية الآداب، ومنهم ممثلين عن المجلس العلمي المحلي وقدماء التحرير. وتعتبر هذه المحطة حلقة لتعزيز المعارف لدى المواطنين السجناء، وتعريفهم بقضية الصحراء ومآلاتها، وتقوية قدراتهم للدفاع عن هذه القضية باعتبارهم مواطنين. وتنطلق هذه القافلة من خريبكة إلى مدينة قلعة سراغنة، وصولا إلى مدينة الداخلة التي سينظم بها الحفل الختامي الذي ستحضره فعاليات مدنية وسياسية وطنية. شكرا.